أنا سعيد أنني على أرض الكلية الجامعية وفي ضيافة مجلس طلاب الكلية الجامعية في هذا الأسبوع الإعلامي الذي أتمنى أن يكون أسبوعاً متميزاً ومفيداً لهذا الجمهور من الطلاب والطالبات وأيضاً للإعلاميين. نحن كإعلاميين نسعى في مشاركتنا ألا أن نعطي خبراتنا، نعطي نصائحنا من أجل تطوير الإعلام الفلسطيني، لأنه بالتأكيد همنا الكبير كإعلاميين فلسطينيين أن نرتقي بإعلامنا الفلسطيني وأن يكون إعلامياً متميزاً على قدر المسؤولية في تغطية القضايا الوطنية.